السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. اليوم سويت لكم القيمة النجفية والتمن على طريقتي. أحب أقدم التمن دائما ويا القيمة بهذه الطريقة. هذه قيمة العراقيين كلهم، يعني ماكو فرق، الكل يحبها ويطبخها لهذه الأكلة الطيبة جداً. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه القيمة الرهيبة. المواد اللي احتاجها لتحضير القيمة هذه كبداية، يعني راح اكمل الباقي البهارات اللي راح اضيفها والتتبيلة للقيمة بعد ما يستوي الحمص واللحم. اول شي عندي هذا الحمص نقعته من مبارحة، احتاج لحم، يعني تريدون شرح او بالعظم، بس لازم تزيلون العظم بعدها، والبهارات اللي احتاجها او التتبيلة اللي احتاجها ويا سلق الحمص واللحم. عندي 2 نوم بصرة، ورق الغار هيل، وعود دارسي. اول شي راح اخلي هذا اللحم على النار. اول شي خليت القدر على النار وراح اخلي اللحم كله يعني اقلب هذا اللحم على النار، اخليه يتحمص هذا اللحم شوية او اقليه شوية على النار قبل ما اضيف له الحمص والماي. شوفوا بدون دهن، يعني ما خليت قطرة دهن. بعد ما تشوفوا يعني شوية حمرته للحم، شوفوا شو صار، اضيف له الحمص. ورق الغاز اللي هين وعود الدارسي، وخلي معي قلبهم سوية. بعدها اغطي القدر، اترك اللحم والحمص الى ان ما يستوون وارجع لكم. بعد ما بدأت تفور عندي هنا هذا الوغف او الزبد اللي طلع كله ارفعه وارميه. اتخلص منه كله واتركها، يعني اللحم والحمص يستوون على نار متوسطة، يعني ما اريدها حرارة عالية، اريدها نار متوسطة، يعني افضل يستوي اللحم والحمص بدون ما ينشف المي مالته واضطر اضيف له المزيد من المي. بعد ما استوى اللحم والحمص راح اعزل هذا العظم من اللحم لانه ما عندي هاون، فراح اخليها محضرة الطعام اي ست البيت، فحتى لا تتكسر لازم ارفع كل هذا العظم. بعدها ساخنة مثل ما تشوفون بخار عليها، او اذا تريدون يعني التكسير حتى اذا ما عندكم هاون او ست البيت محضرة الطعام تقدرون تجيبون شي قلاص بطل وتطحنوها كلها، تدقوها بالقلاص او القنينة. لتحضير صلصة القيمة احتاج بصلة واحدة مثرومة بهذا الشكل ناعم، احتاج ملعقتين الى 3 من اكل من المعجون الطماطة، احتاج ملعقة اكل من النوم بصرة او الليمون المجفف، ملعقة كوب من الهيل، نصف ملعقة كوب من الكمون، نصف ملعقة كوب من الدارسين. اول شي راح اخلي هذا البصل على النار، بالطبع احتاج الملح. اول شي راح اخلي هذا البصل على النار واقليه. خليت القليل من الزيت بالقدر، اخلي البصل، اقلب البصل على النار الى ان ما اشوفه يعني بدا يشقر. بعد ما بدا البصل شوفوا يتقلب او يذبل، اضيف له البهارات كلها مره واحده، اضيف له المعجون، اضيف له القليل من الملح، يعني مو هواية، شي ملعقة كوب من الملح، واخلطهم سوية على النار. بعدها اضيف لهم من هذه المرق الحمص اللي سويت سلقت بيه اللحم والحمص،
اخلطهم سويه. اضيف المزيد واغطيها واتركها تفور على نار هادئه الى ان ما احضر الحمص واللحم اطحنهم سويا. بعدها عندي هنا الحمص واللحم، راح اخليهم محضره الطعام واطحنهم، لانه مثل ما قلت لكم ما عندي ايد الهاون، فاخليهم المفضل اخليهم محضره الطعام. فانتم بكيفكم، اذا عندكم هاون بالبيت تقدرون تخلوها بشي يعني صينيه او تبسي وتدقوها بايد الهاون، او تطحنوها بمحضره الطعام. شي هذا الشيء يرجع لكم. اطحنهم كلهم سوية وارجع لكم. بعد ما انتهيت من فرم القيمة كلها او دقها بالاصح، راح افرغها فوق هذه الصلصة اللي سويتها. ما اريد اعوف ولا فتفوتة من كثر ما نحب القيمة. اخلطها ويا هذه الصلصة. اعتقد تحتاج القليل من المرقة لانه ناشفة، اضيف لها، يعني ما اريدها ناشفة كلش ولا اريدها يعني سائلة كلش، ما يصير، لازم تكون. شوفوها بعد ما خلطتها، شوفوا شلون صارت. اريدها بهذا الثخن، يعني ما اريدها كلش ثخينة ولا اريدها خفيفة. كل هذا يعني دا اخلطها واتذوق. اذا تحتاج ملح ضفت لها يعني المزيد من الملح، لانه الملح بالبداية خليت كلش قليل، فضفت لها المزيد من الملح حتى تنطي طعم اطيب. والكل البهارات مالتها مضبوطة، وانتو شوفوا اذا تحتاج بعد المزيد من الدارسين، المزيد من البصرة، الهيل تقدرون تضيفون. شوفوها شلون صارت. راح اتركها دقائق على النار الجهة الثانية على نار متوسطة الى ان ما احضر التمن. عندي تحضير التمن، خليت زيت او دهن حر اللي متوفر عندكم، خليته بالقدر. شوفوا يعني سخن سخن تماما، افضل اطيب يطلع التمن بهذه الطريقة، خصوصا للقيمة لازم يكون الزيت او السمنة كلش ساخنة من نخلي التمن. ضفت له ملح، اقلبه التمن بهذا الزيت او السمنة على النار. هاي طريقتي بتحضير التمن، فانتو كل واحد وطريقته. اضيف له ماي مغلي. واغطي الحرارة لانه العين حجر، الى ان ما يعني راح تبرد العين او تخف حرارتها راح يكون مي التمن ناشف. راح انتظر الى ان ما ينشف مي التمن وارجع لكم. بعد ما نشف مي التمن اقلبه شوية. عندي هنا هذا تريدون زعفران او الصبغ لوزينة اضيفه لاخر شي، حليته بالماء اضيفه اخر شي هذا الشكل عليه واتركه يتهدى. اغطي واتركه يتهدى. هكذا انتهيت من تحضير وصفتنا لهذا اليوم، القيمة النجفية طعمها يجنن ويخبل، و انصحكم يعني تجربوها. وراح اترككم واروح اقعد اكل هذه القيمة الطيبة. اترككم بامان الله الى ان ما نلتقي فيديو اخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.